بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن المكثفات، إزاي نعرف إنها بايظة من غير ما نخلعها، من غير ما نستخدم أفوميتر، من غير ما نستخدم حاجة. ممكن نعرف المكثف بايظ من نظرة عينينا. أول حاجة يا جماعة نبص للمكثف. شايفين المكثفات كده؟ ممكن نلاقيها زي ما احنا شايفين كده. من علامات بوظان المكثف من غير ما نخلعه ونعرفه، نلاقيه منتفخ زي ما احنا شايفين اهو، والصليبة ديك او الحرف ده زي ما احنا شايفين نحس ان هو منفوخ، اتعرض لصدمة جامدة. دي احد علامات تلف المكثف. ممكن بعد كده برضو نفس الحكاية، دي مكثف صغير اهو منفوخ اهو، برضو دي احد علامات تلف المكثف، مش محتاج قياس او مش محتاج افوميتر او نخلعه من الدائرة عشان نقيسه، لا ده احنا نشيله على طول. في حاجة تانية، ان ممكن نشوف الجهاز اللي هو المكثف منفوخ، يعني نتيجة مش منفوخ كده زي ما احنا شايفين، ده مش منفوخ، لكن نتيجة ان هو تعرض لضغط عالي او تعرض لفولت عالي او كهرباء عالية سخن. لما سخن زي ما احنا شايفين كده، الجزء اللي هو البلاستيك انكمش من عليه ونزل وظهر الجزء الايه الالمونيا، ده يخلينا نشك في المكثف دوك ان هو باظ، لانه تعرض لدرجة حرارة عالية نتيجة ارتفاع الجهود عليه، فدي برضو ممكن يكون بايظ، ده يخلينا برضو نشك فيه ونشيله. طبعا في حاجة اشد، ده برضو تعرض لجهد عالي جدا، ده 450 220 ماكرو، طبعا زي ما احنا شايفين برضو منفوخ بالشكل ده، وتعرض لدرجة حرارة جامدة جدا، سخن الجزء ده، ساح من البلاستيك طبعا ساح فانكمش وخرج من عليه او طلع منه، دي برضو دلالة على بوظان المكثف، مش محتاج افوميتر، مش محتاج قياس. برضو نفس الحكاية دي اهو منفوخة اهو كده نفخة جامدة، ده مش سليم، اشيله على طول واغيره بنفس القيم بتاعته المايكرو والفولت، لو زاد الفولت شوية ما فيهاش حاجة عشان يقدر يستحمل الفولت اللي هو واقع عليه. طبعا بالنسبة للمكثف السيراميك اللي هو المكثف ده بتاع اللي بتحط في المروحة زي ما احنا شايفين اهو، ده في دلالة ان هو بايظ، شايف الانتفاخ اللي فيه ده معناه ان هو حصل عليه كهرباء عالية او حصل فيه شورت داخلي ادى ان هو سخن انتفخ، حصل له انبعاج في الاجزاء بتاعته، ده مش محتاج افوميتر عشان اقيسه، ده يتغير على طول. طبعا لو انا ممكن اقيسه، ممكن احط عليه الافوميتر واقيس في عليه شورت ولا لا، لكن ده كده من غير اي حاجة باين ان هو بايظ، مش محتاج جهاز افوميتر. تاني حاجة بتبان على المكثفات انها بايظة، نلاحظ مثلا المكثف البافة ده، يعني مثلا ده ازرق، فمن علامات تلفه نلاقيه جزء من تحت محروق اسود، اتغير اللون بتاعه من الازرق للون مثلا الاسود، ده مش محتاج قياس، مش محتاج افوميتر، ده محتاج اعرف قيمه على طول واغيره. فطبعا دي دلالة، تغيير لون المكثف دلالة على انه بايظ. في حاجة تاني تدل على بوظان مكثف، ما مكثف الكيماوي لو حطيت ايدي عليه كده الاقيه بيسخن جامد، ده دلالة ان هو بايظ او وقع عليه فولت اعلى منه من خلال الدايرة اللي هي شغال فيها، فطبعا ده دلالة تبيني ان المكثف ده في حاجة، مش محتاج قياس. طبعا هركب واحد غيره لقيته سخن كمان هو كمان، يبقى في حاجة في الدايرة مزودة عليه
الفولت اعلى من قيمته هو، فعشان كده بيسخن. طبعا دي حاجات بتبين لنا المكثف اللي بايظ. طبعا ممكن اعرف المكثف اللي بايظ بطريقه تانية. مثلا دي دايره توحيد بتاعت دي دايره ريسيفر عليها دايره ايه زي ما احنا شايفين كده، مجموعه من الموحدات وعليها مجموعه من الكوندنسرات. طبعا لو انا قست الجهود ولقيت الجهود ناقصه، يبقى بعد ما اختبر الموحد ده اشوفه فيه شورت او فيه تسريب سليم، ورغم كده بلاقي الفولت نازل على مجموعه الخروجات دي. ده يديني برضو ان المكثفات المكثفات بايظه وفيها تسريب او ضعيفه. دي دلاله برضو مش محتاجه ان انا اختبر المكثف واشوفه، لا، بدل ما انا اتاكدت من الموحدات سليمه والخروجات ضعيفه، يبقى الكوندنسر ده في حاجه ولازم اغيره بنفس القيمه. في يا جماعه طريقه تانية بنلجا ليها احيانا عشان معرفه المكثف. بيبقى عندي في الدايره مثلا كده مجموعه من المكثفات الكتيره، طب انا هفضل افك 30 40 مكثف عشان اقدر اقيسهم بالافوميتر؟ طبعا اول حاجه هبص لها للمكثفات دي، اشوف حاجه ضربه، حاجه متغير لونها، حاجه بتسخن، حاجه البلاستيك ده مشلوح منها. طبعا كل ده سليم، لقيت المكثفات كلها سليم، اجيب كاوي زي دي يا جماعه كده، اجيب كاوي زي دي واروح مسخن على مكثف واشوف مثلا المنطقه اللي بايظه. مثلا لو منطقه مثلا ده ريسيفر، في خارج الريسيفر مثلا خارج الاشاره اللي هو تغذيه الاشاره ال 24 او ال 20 مثلا، ما فيش اشاره، هدوس على المكثف ده لمده حوالي 5 ثواني وابص للشاشه واكون مركب الريسيفر وحاطه في التلفزيون واشوف الاشاره هتيجي ولا لا. طبعا هفضل اكرر ده على مجموعه المكثفات الموجوده، فاذا جت الاشاره يبقى هو المكثف اللي انا سخنته ده هو اللي قمت بالتسخين عليه هو اللي بايظ، بقوم بتغييره. طبعا اللي بيحصل هنا ان انا بسخن عليه لان الماده اللي جوه بتكون نشفت، الماده الكيماويه اللي موجوده داخل المكثف نشفت، فالمكثف ما بيقومش بدوره كمكثف او مرشح. فانا لما بدوس كده بقوم بخلي الماده ترجع تتفاعل تاني او تسيح تاني او تقوم بعمليه سيلان، فيقوم المكثف يرجع يشتغل مؤقت. طبعا العمليه دي مش عمليه دايمه، انا كده حددت جات الاشاره اثناء التسخين على المكثف، كده يبقى المكثف ده بايظ وغيره بنفس قيمته، وطبعا ممكن ازود الفولت شويه. طبعا المكثفات ليها يعني لو في مكثف، في طريقه تانية لاختبار المكثفات مثلا في دوائر الصوت، في دوائر اخراج الصوت، قطع صوت مثلا في جزء، قطع دايره الصوت قطع مثلا او الصوت ضعيف، انا هجيب مكثف زي ده كده، مكثف كيماوي، انا شاكك في احد المكثفات، مكثف ضعيف، مكثف قلت قيمته، نشف وط الصوت، الصوت اختفى، وانا عايز اشوف المكثفات. هجيب مكثف زي ده كده يا جماعه، وعلى دايره الصوت 4.7 من قيمه المكثف ده 4.7 من 10، 4.7 من 10 ماكرو مثلا 16 فولت او 25 فولت، واحطه على التوازي على مجموعه مكثفات اللي موجوده في دايره الصوت، زي مثلا دايره صوت تسجيل، دايره صوت راديو مثلا يعني، واحط دي 4.7 من 10 ماكرو واشوف الدايره بتشتغل على كام. لو هي بتشتغل مثلا على 16 فولت مثلا او 12 فولت، بجيب لها مكثف في الحدود ديت 12 فولت، ما اجيبوش اقل طبعا عشان ما يتعرضش هو المكثف ذات نفسه يضرب، لتكون الدايره بتشتغل على جهد اكبر، واقوم بالتوصيل على التوازي. يعني ايه على التوازي؟ يعني السالب على السالب والموجب على الموجب. يعني مثلا مكثف زي ده كده اهو،
ادي الموجب، ادي الموجب اهو، وادي السالب اهو. اروح حاطط الموجب هنا والسالب هنا والمس بسرعه كده والاحظ ارتفاع وانخفاض الصوت. دي احد الطرق اللي احنا بنعرف بيها المكثفات. اما لو عندك صبر بقى انت وشاكك في في دايره معينه، دايره الصوت قطعه، دايره اخراج الصوت قطعه، بنفضل نخلع واحد واحد في دايره الصوت ونقيسه. طبعا طريقه قياس المكثف لاما احط واحد مكانه على طول كده، اغير مجموعه المكثفات اللي موجوده مثلا في دايره الصوت واروح حاطط مكانها واحد بنفس القيم، او ان انا اقيس واحد واحد مثلا كده اهو. ده طريقه قياس المكثف اهو يا جماعه بالايه، بالافوميتر. طبعا الافوميتر اهو بنغير، ده الارض المشترك بتاع كل القياسات، بس ده نشيل الطرف الموجب الاحمر ونحطه هنا الطرف الخاص بقياس المكثفات. طبعا هنحط المؤشر على وضع المكثفات زي ما احنا شايفين هنا اهو، 2 ماكرو، 20 ماكرو، 200، قصدي 2000 ماكرو، يعني هو بيقيس لحد 2000 ماكرو. مثلا عندنا احنا ال 1000 ماكرو ده هنجيبه، طبعا هنحط الوضع المؤشر على الايه؟ ال 2000، ونقيس كده ونشوف. اهو طلع كام؟ فرغت انا الشحنه اهو كده يا جماعه، وهنشوف كده كده اصل كام؟ 730. 730 دولك طبعا مش ده 1000، ولكن المكثف دوت لان الحجر بتاعه قل ضعف فبيديني قيم اقل. بس لو هو حجرته جديده وسليمه هيديني القرايه اللي هي الصح. طبعا انا ممكن اقارن بين المكثف اللي انا خلعه والمكثف ومكثف جديد عشان اتاكد. ده برضو 192، 100 ده 220، 220 ماكرو، 50 فولت. شوفوا مديني كام يا جماعه؟ مديني 192. طبعا ممكن اقارنه بواحد سليم، بواحد سليم عشان اتاكد، لان برضو الافوميتر في نسبه تسريب او ان الايه الحجر ذات نفسه بيقل. طبعا في دواء، في مكثف، في اجهزه بتقيس المكثف مخصوصه بدقه. بس احسن حاجه يا جماعه لما اشك في مكثف ان انا اجيب مكثف جديد واحطه مكانه، مكان القديم بنفس القيم. لان احيانا يا جماعه المكثف يعني ما يعني لازم احط واحد جديد، لان ممكن المكثف اقيسه يديني انه سليم. المكثف اللي هو موجود في الجهاز ممكن يديني ان هو بيديني القياس سليم، ولكن لما اجي احطه في الدايره اثناء تشغيل الدايره ما بيشتغلش في الدايره. فالاحسن ان انا اما اشك مثلا في مجموعه مكثفات ان انا اغيرها بمكثفات جديده ومتاكد منها كمان، ممكن اكون قايسها كمان. طبعا حكايه المكثفات دي موضوع كبير ومحتاج لخبره عمليه، وانا قلت لكم مجموعه الخبرات ان ازاي احنا بنتعامل مع المكثفات اللي احنا شاكين فيها، اللي احنا شايفينها بايظه، شايفينها منفوخه، شايفينها متغير لونها، شايفينها مكثف منفوخ اللي هو السيراميك مثلا. ساعات بيبقى زي ما قلنا ده المكثف بتاع المروحه زي ما احنا شايفين شكله وحش اهو، وحته عاليه وحته واليه، دي دلالات بتدل على تلف المكثف. عايز بقى انت تطلع مكثف وتقيس ماشي على راحتك، بس طبعا احنا بنحاول نختصر الوقت في الصيانه، وده بيبقى حل اخير بعد ما نشوف في مكثف ضار منفوخ مسود بيسخن، يعني في حاجه غير طبيعيه فيه. طبعا ارجو ان اكون ما نسيتش حاجه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.